بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أعزتنا الأكارم، لا تملوا حين امتداد الوقت وتذكروا بأن شهر المغفرة والأناة، ولا تمتنوا حين الجوع والعطش لأنه مطاعة الأمر للآمر، ولا تستوحشوا اللذة والراحة والاستكانة لأنه شهر الصبر والتحمل والاقتدار، ولا تستسلموا لضغوط الملل والخوف من السحم والسقم والألم، إنها اشتباكات حامية بين وسوسة الشيطان وضعف الإرادة. فاستنفروا كل ما تملكون من طاعة التحمل من طاقة التحمل بكل إمكانات التقرب لصاحب هذا الشهر المبارك. فلا تفوتنكم فرصة خاصية هذا الشهر بتنزيلات ربانية هائلة للغفران والتوبة والعفو تتجاوز 95%. فجدوا في العمل واجتهدوا في العمل. ولأجل أن نتعرف على هذه المزايا الواسعة، نستقبل سماحة الشيخ أحمد البياتي الذي حضر في وقته من مقاطعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن باسمكم وباسم مسجد أهل البيت عليهم السلام نحييه هو ورفيقه الشيخ الناصري بكل العرفان والإكرام. فمرحبا به وبكل من حضر معنا مجلس التواصل والتناجي مع الله، وندعو سماحة شيخنا الجليل البياتي ليتفضل ويشغل منبرنا هذا مجللا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقريب قلوبنا وقاضي مسيرتنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله أعمالكم وصيامكم ودعاءكم في هذا الشهر الفضيل. عندما نستقبل هذا الشهر المبارك، علينا أن نستحضر خطبة الرسول أو خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب الناس وهيئهم لشهر رمضان المبارك، عندما قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. إذن هذا الشهر فيه خصوصية، لأنه شهر رمضان الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نصوم فيه، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وأيضا هذا الشهر يعتبر من الأشهر المقدسة، ولربما هو أقدس الشهور، وحرمته لربما فيه الحرمة الأكبر. ولا نقصد يعني الحرمة من خلال حرمة الحرم كالأشهر الحرم، وإنما من خلال الصوم الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نمتنع فيه عن مجموعة أمور مباحة نمارسها في أيامنا في غير الاعتيادية في غير شهر رمضان المبارك. يقول تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عندما تنظر إلى هذه الآية تجد أن فيها حكما من الأحكام التكليفية، وهذا الحكم يبدو أنه ليس فقط للمسلمين وإنما لغير المسلمين من الأمم السابقة التي أنزلت عليها الرسالات. ويمكن أن نوضح إخواني هذه المسألة، أن الدين من وظيفته أن يصيغ شخصية الإنسان المؤمن، أن يبني هذه الشخصية من الداخل فتنعكس هذه القيم والأخلاق والمفاهيم التي تبناها على ممارسته، على قوله، على مواقفه، على أقواله، وهكذا. الدين إخواني كما بقية الأديان يريد لهذا الإنسان أن يكون إنساناً بمعنى الكلمة، أن يعيش الإحساس بالآخر، أن ينطلق إلى مساعدة الآخر، أن يكون فعلاً نفاعاً للناس. الفرق ما بين الدين والأنظمة، أنتم شوفوا الأنظمة اللي موجودة، الأنظمة مثلاً الرأسمالية، الليبرالية، وحتى النظام الشيوعي وغيره، شنو دورها؟ هل هي فعلاً أنه تربي الإنسان؟ سقط قال يقول إيه شيوعية تمتلك عقيدة ممكن، لكن فعلاً أنه هي هذه الأنظمة الأخرى والروحات الوضعية الأخرى ممكن أنه تصيغ الإنسان صياغة سليمة؟ لا. النظام الرأسمالي والليبرالي في كل العالم شنو وظيفته؟ وظيفته أنه يرسم حدود معينة لعلاقات الناس بعضهم ببعض، قوانين خاصة في مسائل الاقتصاد، قوانين خاصة في مسائل الجنايات، قوانين خاصة في مسائل الجنسية وما أشبه ذلك يحدد هذه العلاقات. أما يجي إلى أنه يصيغ شخصية الإنسان بشكل معين ما يتدخل به، يقول لك أنت حر، شنو دينك، شنو عقيدتك، تؤمن بالله ما تؤمن بالله، تمارس الزواج، تمارس ما أعرف إيش الشذوذ إلى آخره، بس المهم أنا أسوي قوانين أريدك أنت تلتزم بهذه القوانين، غيرها ما يصير. هذه ما موجودة في الدين. الدين ما يجي بس يحدد لك العلاقات ويرسم لك شكل من أشكال العلاقات تمارسها في حياتك اليومية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفكري، في الجانب السياسي وما أشبه ذلك، لا، وإنما يقوم بصياغة هذا الإنسان وبناء هذا الإنسان ثم يخرجه إلى المجتمع ليمارس دوره بشكل سليم. إذن هذه الأحكام اللي من ضمنها الصوم دورها وهدفها تربية الإنسان وصياغة الإنسان. إخواني شهر رمضان المبارك هو من أعظم الأشهر لربما نعيش في أيامنا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب هذه الخطبة المباركة أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله. فخلي نتوقف إحنا قليلا، هذه كلمة شهر الله يعني فيها خصوصية، مو بقية مثل بقية الأشهر أطلاقا. خصوصية هذا الشهر أنه الله اختص به، وحتى كلمة رمضان البعض قد يقول أنه يعني يرمض الذنوب بمعنى أنه يذيب الذنوب، وبعضهم قد يقول بأنها من أسماء الله الحسنى، لكن الله اختار هذا الشهر كي نصوم فيه. وبعد أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، هو أقبل عليكم كأنه إحنا واقفين والزمن يمشي بينا إلى أن وصلنا هذا الشهر. شنو ميزته؟ أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات، لياليه أفضل الليالي،
إلى آخره. إذا كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية نعيش بها هي لحظات مميزة وبها خصوصية تختلف عن بقية الأشهر. الله أرادنا من خلال الصوم أن نحقق مجموعة أهداف. فما هي هذه الأهداف اللي المفروض احنا نحققها؟ وبعبارة أخرى، ما هي معطيات الصوم؟ هل فقط والله احنا نمتنع عن الأكل والشرب وتبقى ممارساتنا وأخلاقنا وأعمالنا هي هي ما قبل رمضان وما بعد شهر رمضان؟ فخلي احنا نسوي لنا مجموعة أو قائمة أو لست ونشوف أنه أنا قبل شهر رمضان وأنا بعد شهر رمضان شنو اللي تغير بيه؟ من خلال المعطيات اللي المفروض احنا نحصل عليها في هذا الشهر المبارك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى أخواني؟ التقوى هي تلك القدرة والقابلية التي يمتلكها الإنسان كي يمتنع عن فعل الحرام، وهي تغطي كل ممارسات الإنسان وكل أفعاله وكل أقواله وكل مواقفه. إذا أول شيء، أول معطى للصوم هو التقوى، هو الخوف من الله. يعني إحنا شنو اللي يخلينا ما نأكل نشرب؟ أنا أقدر اليوم أروح بالغرفة ما حد يشوفني من الناس وأجي مثلا أعطش أشرب أو أكل مثلا أو أمارس شيء من الأمور التي حرمها الله علي في هذا الشهر في شهر الصيام. لكن الإنسان يربي في نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى، تستشعر أن الله هو الذي يراقبك. تعبير أحد علمائنا لطيف جدا، يقول أنت كل ما تعاني من الجوع من العطش من التعب في هذا الشهر تشعر بأنه أنت أقرب إلى الله. الله ينظر إليك بعين الرحمة بعين العطف، أنه يباهي بك الملائكة. حتى هذه الرائحة اللي تخرج من الفم بسبب، يعني لربما تفسير العلمي أن بعض الخلايا الهرمة في الجسم عندما ما يوصلها الغذاء تموت، فمن تموت تطلع هذه الرائحة. في بعض الروايات أن هذه الرائحة هي أطيب عند الله من المسك والعنبر. فالإنسان اللي يعيش هذه الأحاسيس يتقرب إلى الله أكثر ويقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى أكثر. هذا المعطى الأول. المعطى الآخر أخواني هو الصبر العملي، مو فقط الصبر النظري. إحنا دائما الحمد لله عندنا معلومات كثيرة وحافظين الكثير من الأقوال. يقول الإمام علي عليه السلام: الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره. وإحنا أكيد يعني يكره الإنسان أنه يعطش فترة طويلة ويتعب ويتعب الصوم مثلا، يريد رأساً يفتح الثلاجة يأخذ لقلاص بارد ويشرب مثلا، أو يمر بالسوق ويشوف الناس كلها تشرب وتأكل. اليوم مرينا وإلى يعني الناس ماكلين آيس كريم قبل ساعة ساعتين من الإفطار، أنت في قمة الجوع والعطش ويشوف الناس يأكلون زين، فتقول لا أنا لازم أصبر لازم أتحمل. ليش؟ هذا واحد من معطيات الصوم، يربي عند الإنسان قدرة على ماذا؟ على الصبر. بعضهم خوش يوجه هاي المسألة يقول هي الحياة شنو لما نعيشها؟ إما فيها ما تحب أو ما تكره، أقول غير شيء. نحن كل شيء نشوفه في حياتنا، مرة هاي الشغلة احنا نرتاح لها ونحبها ونريدها، ومرة لا والله، من يمر الإنسان بظروف مادية قاسية يكرهها، من يمر بفترة مصيبة مع الناس يكرهها. لكن الصوم يربي عند الإنسان هذا الصبر العملي ويخليه يتقوى على مواجهة مشاكل الحياة. إذا هذا المعطى جدا مهم، أنه الإنسان إذا صبر في مقاومة شهواته وغرازه وما تملي على نفسه بإمكانه أن يصبر على أي عدو وأي تحد في الخارج. النقطة الثالثة أخواني هو تحكيم العقل على الشهوة. أنه الإنسان في شهر رمضان يحاول دائما أن يستحضر التوجيه القرآني بالصوم والابتعاد عما حرم الله
وأيضا التوجيه النبوي من خلال الخطبة الشهيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا أكيد رح يصير عملية صراع ما بين العقل اللي يريد يحصل على الآخرة والنجاح في يوم القيامة، وما بين الشيطان اللي جره، اللي حاول دائما أنه يجره إلى فعل الحرام أو مقدمات الحرام. فالصوم دوره أنه يقوي الإرادة في مواجهة ماذا؟ هذه الشهوات، يعني بعبارة أخرى يقوي دور العقل في اتخاذ القرارات في حياة الإنسان، ويبتعد عن أن تكون قرارات خاضعة للشهوات أو للغرائز أو للشيطان أو للضغوط، ضغوط الأصدقاء. ونحن ندري أنه كثير من هذه الضغوط هي ضغوط من قبل الناس والمجتمع، والبير بريشر مثلا، الناس إيش راح يقولون، الناس إيش راح يحجون، شقول للناس فشلة من فلان وفلان. إذا ما فكر فشلة من رب العالمين، فقوي دائما هذا الصوت، صوت العقل في مقابل الأصوات الأخرى. وهذه مسألة جدا جدا مهمة أيضا في هذا الشهر. أيضا أخواني أنه الإنسان في هذا الشهر أنه يتدرب على الحصول على الفضائل. أيها الناس، كما في الخطبة: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط. والأخلاق تشمل كل ممارسات الإنسان. إذا ضروري الإنسان يخلي له مجموعة أهداف قبل شهر رمضان، ويحاول أنه يوصل لها ويحصلها، منها الغضب، منها سرعة اتخاذ القرارات، منها مثلا عدم المسارعة إلى فعل الخير، ومنها 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 إلى آخره، منها مثلا تأخير الصلاة. هذه كلها من الممارسات، يعني سواء كانت دينية أو أخلاقية تدخل من هذا الإطار، وأيضا هي ضمن محتوى التقوى بدون أدنى شك. إذن هذا الشهر المبارك دوره ووظيفته أنه يساعدنا في أن نتوفر على الفضائل أو نقوي هذه الممارسات في شخصيتنا. من نقرأ خطبة الرسول نشوفها مو فقط بها الجانب الروحي العبادي، من قرأ آية من القرآن كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور، من صلى فيه ركعتين، من كذا. لا، أكو مسألة أخرى، هو أنه هذه الرسول من يقول من صلى ركعتين من قرأ القرآن، يعني يصير عندنا اهتمام أكثر بالقرآن. خلي أنا مثلا هذه نافلة شهر رمضان أمارسها في كل يوم، أقرأ الحمد وثلاث مرات قل هو الله أحد، بعدها ركعتين، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وبعد ذلك دعاء مختصر من أروع على ذلك. خلي أتعلم أمارس وأقوي هذه العضلات الروحية، العضلات الأخلاقية. هذا هو دور الدين إخواني، اللي نقول أنه دائما يصيغ الإنسان صياغة جديدة. وإحنا نحتاج حقيقة في هذا الشهر المبارك إلى جردة حساب ومراجعة، لأن إحنا خلال هذه السنة أكيد تضعف قدراتنا، إرادتنا، في بعض الأحيان نرتكب بعض الذنوب. فإن شاء الله شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي يمكن أنه فعلا نتخلص ونتخفف من كل هذه الذنوب، من يعني من خلال الاستغفار. لكن الأهم هو شنو؟ هو أن نقتلع الذنوب من جذورها. هذه المسألة هي المهمة، وشهر رمضان المبارك هو الذي يساعدنا على أن نتخلص من أسس هذه الذنوب والمعاصي، ونتوفر على الممارسات الأخلاقية والفضائل. أيضا إخواني، مسألة مهمة جدا في شهر رمضان المبارك، وخصوصا نحن نمر في ظروف، وخصوصا بلادنا العربية والإسلامية،
الحروب المشتعلة في أكثر من مكان ومعاناة أهلنا. واحدة من فوائد الصوم هو أن الإنسان يوفر وجبة غذاء في كل يوم، يعني يقتصر على وجبتين، بمعنى أنه يوفر من ماله جزء. وهذه المسألة جدا مهمة وليس العكس، يعني ليس في شهر رمضان المفروض واحد يعني يحاول أنه يزيد وزنه. طبعا ماكو واحد يحاول يزيد وزنه، وإنما أكو تصير عندنا رغبة خلال شهر رمضان عندما نمتنع عن الأكل والشرب لمدة 18 ساعة، كأنه يصير عندنا ردة فعل لا شعورية أنه إحنا لازم نعوض. فشو يصير التعويض؟ من خلال الأكل ومن خلال الشرب وما أشبه ذلك. لكن المطلوب فعلا وعمليا أنه الإنسان فعلا حتى يقتصد في النفقات. هذا مو معنى الإنسان ما يحاول أنه يدعو الآخرين للإفطار، لا بالعكس، وإنما من حيث المبدأ أتكلم. إذا ضروري الإنسان يعيش معاناة الآخر وما يعيش أهلنا في العراق وغيره من البلدان، وأن نوفر بعض هذه المبالغ، وضروري أنه ندعم بها المحتاجين، وخصوصا يعني من أبناء وعوائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وخصوصا الأيتام والأرامل والمحتاجين بشكل عام. وإذا احنا نريد نحقق مجموعة أهداف على المستوى الشخصي في هذا الشهر المبارك، أنه أنا مثلا من الآن أقول لن أؤخر الصلاة وأمارس عدم تأخير الصلاة في هذا الشهر، أو أنه أنا الآن أتعهد في كل يوم من شهر رمضان أقرأ القرآن لمدة 10 دقائق وأستمر إلى نهاية السنة وإلى رمضان القادم. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى الاجتماعي شو؟ أنه أنا هذا المبلغ اللي ممكن أوفره أنا أعطيه. صحيح احنا نعطي واكثرنا مخلين في الصندوق للصدقات، وبعضنا مثلا الخرده او التشينج يجيبها ويخليها واخر الشهر، لا خلي يصير القضيه اكثر من ذلك، لانه حجم المعاناه اكبر، فاحنا المفروض حجم عطائنا ايضا يتوازى او يكون يتصاعد مع حجم المعاناه، يوازي حجم المعاناه. اذا اخواني فضروري الانسان انه يزيد هذه القضية، وخلي يصير عنواننا مثلا عنوان هذا الشهر المبارك هو شهر دعم الحشد الشعبي مثلا، وننطلق إن شاء الله كلنا في هذا الإطار. أخيرا أخواني ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويوفقكم جميعا إن شاء الله لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، ونتقبل دعاءكم ودعاء المؤمنين والمؤمنات، وأن يفرج هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه سميع مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.